أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بين وصف أدائها بالناجح والحكم عليها بالفشل، تختلف الأحكام حول ما قدمته حكومة السيد الكاظمي طوال سنة من قيادة البلاد. فقد جاءت أمس وثيقة الأداء الحكومي إيجابية وفي صالح الحكومة، بينما في الواقع لم يلمس الناس اختلافا شديدا عن حالهم فيما مضى، لا سيما في الخدمات أو ضبط السلاح أو في تحسين الأحوال المعيشية. فهل كان التقييم مجاملا للحكومة أم أنه يقاس إلى حجم ما استلمه السيد الكاظمي من مخلفات ثقيلة ومشاكل عصية من الحكومات السابقة، فضلا عن نفوذ الدولة العميقة؟ فمثلا يلام السيد الكاظمي على بعض الإخفاقات الأمنية، بينما جهات عدة لا تقبل بإخضاع سلاحه للسلطة. لكن أيضا أين الزيادة في إنتاج الكهرباء التي تقولها وثيقة الأداء الحكومي وساعات القطع عادت بنا للعهد السابق؟ وكيف يقتنع المواطن بأن الحكومة تجاوزت الأزمة المالية والاقتصادية حقا، وهو يشاهد صعود الدولار وتعطيل المعاشات عن موعدها والفساد على حاله؟ وقبل أن ينتقد البعض وثيقة الأداء الحكومي، لابد من أن نسأل: هل كانت الكتل السياسية ساندة للسيد الكاظمي ومتعاونة معه؟ وثيقة الأداء الحكومي في ميزان الحقيقة موضوع هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بقرابة 200 صفحة، حكومة الكاظمي تقدم تقريرها السنوي للأداء الحكومي بعد مرور سنة على عمرها. التقرير تحدث عن منجزات الحكومة في مجالات عديدة، سنقف هنا على أبرز المجالات التي تحدث فيها. فيما يخص مجال مكافحة الفساد، فقد قيم التقرير نسبة نجاح خطته بمستويات عالية، وتطرق التقرير إلى أبرز عمليات الاعتقال التي طالت مدير شركة كيكارد ومحافظ نينوى سابقاً، والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، ورئيس هيئة التقاعد السابق، ورئيس هيئة استثمار بغداد السابق، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر العراقية السابق، والحجز على أموال 6 شخصيات من نواب البرلمان ومسؤولين في المحافظات والحكومة الاتحادية. أما في مجال التظاهرات تشرين ومحاسبة القتلة، فقد قيم التقرير نسبة الإنجاز 74%، مؤكدا أنه شكل لجان تحقيق لتقديم القتلة للعدالة والإفراج عن جميع المتظاهرين، وتشكيل قوات تراعي التعامل الإنساني مع المتظاهرين، وتسجيل جميع الشهداء في مؤسسة الشهداء. وفيما يخص ملف حصر السلاح بيد الدولة، فقد تحدث التقرير عن جملة من القرارات بهذا الصدد، ومنها المباشرة بسحب السلاح غير المرخص عبر حملات تفتيش مستمرة، وعمليات البحث عن الأسلحة الغير المرخصة وجمعها، وتتبع الجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية واعتقال بعض قيادتها، وتم إلقاء القبض على أكثر من 7000 متهم. وفيما يخص التطور التكنولوجي، تحدث التقرير عن عمل وزارة الاتصالات في مشروع إطلاق أول قمر صناعي، ويقدم القمر الصناعي الوطني العراقي الخدمة الإذاعية والتنظيمية. وفيما يخص ملف الطاقة، تحدث التقرير عن رفع قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 3500 ميجاوات، لتبلغ نسبة الإنجاز في الطاقة 74% خلال هذا العام، في حين يرى مراقبون بأن التقرير مبالغ به، فوضع البلد لم يتحسن بل زاد سوءا. ومضمون التقرير ضرب من الخيال.
رحبوا معي بضيوفي كل من سيادة النائب جاسم البخاتي عن تيار الحكمة، وأيضا النائب الدكتور أحمد الكناني عضو مجلس النواب، وأيضا السيد بسام القزويني باحث ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بك سيد الكناني. خلينا نتحدث عن أداء الحكومة وتقييمك لأداء الحكومة، وهل هذا التقرير لأداء الحكومة يعني كان ملامس لواقعنا اللي نعيشه هذا اليوم؟ البعض اعتبر هذا التقرير ملامس جدا، لأن السيد الكاظمي يعيش حالة يعني من التحدي بسبب يعني عدم وجود حزب وكتلة داخل مجلس النواب تدعم رئيس الوزراء. طبعا بداية لابد أن نشير، هناك جملة من التحديات تواجه الحكومة الحالية وحتى الحكومات، حكومة عبد المهدي سابقا، هناك تحديات أمنية سياسية اقتصادية اجتماعية، وبالتالي هذه التحديات أعتقد ألقت بظلالها على الأداء الحكومي. طبعا احنا سمعنا التقرير اعتقد مبالغ به، مبالغة جدا واضحة به. طبعا احنا نتمنى لأي حكومة كانت، لأنه أي منجز هو يصف في مصلحة المواطن العراقي. لكن احنا شو نقول يعني جوابا على سؤالك انه اليوم السيد الكاظم غير مدعوم من قبل القوى السياسية، هذا كلام عار على الصحة، لاعتبار هناك قوة. شنو خاطئ؟ كلام خاطئ. طبعا غير صحيح. على العكس، يوم هناك قوة سياسية مهمة وأساسية في مجلس النواب وفي العملية السياسية بصورة عامة، هي تدعم حكومة السيد الكاظمي، والدليل على ذلك أنه لدينا مجموعة من الاستجوابات اللي قدمها أكثر يعني مجموعة من أعضاء مجلس النواب، حقيقة يتم تسويفها من قبل رئاسة مجلس النواب، طبعا هاي بالاتفاق مع الكتل السياسية. طبعا احنا اذا نريد نأشر الاخفاق، هو الاخفاق يبدي اولا من هذه القوى السياسية التي جاءت عن طريق المحاصصة وانتجت لنا الفساد المالي والإداري. أتوقع أنت تلمح لتيار الصدري أو كتلة الساعدون الذي استشرى في مؤسسات الدولة. أنا أقول القوى السياسية، كل القوى السياسية من 2003 إلى اليوم هي لها مقدار أو حصة في هذا الإخفاق وهذا الفشل وهذا الفساد. ما أقصد بجهة دون جهة، لكن تحدثت عن كتلة تدعم السيد الكاظمي، ربما تقصد أغلب الكتل السياسية. أغلب الكتل السياسية سنية وشيعية وكردية هي تدعم حكومة السيد الكاظمي. وبالتالي احنا اليوم نتمنى من هذه الحكومة، وقبل من هذه الحكومة، القوى السياسية التي جاءت وباركت ورحبت بحكومة السيد الكاظمي فعلا أن تروح تقعد وياه تجلس وياه، فعلا أنت هل أنجزت هذه المنجزات؟ احنا اليوم في الشهر السادس، بداية الشهر السادس، وانقطاع عندنا 5 ساعات في ساعتين في داخل بغداد. فبالتالي موضوع الكهرباء من سيء إلى أسوأ، اليوم سعر صرف الدولار ارتفاع فاحش حتى أكثر من 150، وبالتالي أثر بشكل واضح على المواطن العراقي. وتشوفين أنت أسعار السوق، وإحنا ما عندنا ما شاء الله منتج محلي. وموضوع المشاريع اللي تحدث عنها التقرير أعتقد مبالغ بها، أكرر هذا الكلام وأصر عليه. لكن إحنا نتمنى فعلا أنه تعرفين حضرتك هناك في الأيام القادمة استحقاق انتخابي وكتل سياسية وحكومة تريد تهيئ الانتخابات. أنا اللي أقول على الحكومة وعلى القوى السياسية أن تتكاتف فيما بينها لتذليل الصعوبات من أجل تقديم الخدمة الملائمة والمناسبة للمواطن العراقي. أفهم من كلامك سيد الكناني أنه كان تقييم مجامل، تقييم من؟ أداء الحكومة مجامل؟ لا طبعا، هو الحكومة قالت هي قيمت نفسها، لكن لحد الآن احنا عندنا لجنة الأداء الحكومي في مجلس النواب. صراحة أنا قبل أيام كنت يمهم خلاف ما يدعي تقرير الحكومة، وبالتالي يحتاج أنه من مجلس النواب فعلا إذا هناك منجز، نريد يعني هسه ماكو شيء ملموس، لكن اذا هناك منجز فعلا يعضد من قبل هذه اللجنه المهمه في مجلس النواب. خلي اشوف سيد البخاتي، اريد اعرف سيد البخاتي يعني انتم تيار الحكمه، اريد اعرف شنو يعني نظرتكم على تقييم موضوع اداء الحكومه خلال سنه، يعني موضوعي واقعي في ظل ظروف عاشتها الحكومه ايضا وعاشها المواطن وازمات مرينا بها، وفي التحديات يعني للسيد الكاظم. تحية لك ولضيفيك الكريمين والمشاهدين الكرام.
يعني التقرير اللي سمعناه، احنا خلينا نبدا من قضيه تشكيل الحكومه. عندما تم تشكيل الحكومه هناك يعني مؤشرات تقول بان النظام السياسي في ذلك الوقت وصل الى مرحله الانهيار الكامل. لذلك كان هناك انسداد سياسي بالعراق وولد هذه الحكومه. إذا كانت كتل راضية وكتل غير راضية، لكن مشت الحكومة بالتوافقية وتم تشكيل الحكومة ومشت الأمور بهذا الاتجاه. كنا نتمنى وكنا نراقب المشهد السياسي، كنا نتوقع بأن السيد الكاظمي كان يستمد القوة الأساسية من الشارع ولا يستمد القوة من الكتل السياسية. هذا ما لاحظناه من خلال التظاهرات، من خلال التناغم مع التظاهرات، من خلال يعني متابعة قتلة المتظاهرين. كل هذه الأمور هي كانت الحكومة أعطت اهتمام لهذه الأمور. نعم. وبعد ما تفاقم الوضع وكنا هناك محافظات خارج السيطرة، كانت عملية التفاوض مع الكتل السياسية ورئيس الوزراء هل باستطاعته أن يضع الأمور في نصابها ويهدئ الشارع ويذهب باتجاه انتخابات مبكرة. هذا هو الشغل الشاغل اللي كان تتعامل الكتل السياسية مع السيد رئيس مجلس الوزراء. لكن أنا أرجع الفقرات اللي تم إعدادها من خلال التقرير، يعني التقييم الحكومي. يعني إذا ذهبنا بالتقرير، أولا مشكلة الكهرباء، يعني الكهرباء لحد الآن هاي مشكلة أزلية. يعني سيد البخاتي مشكلة أزلية. نعم نعم، هي حالة تراكمية. احنا من يعني كل اللوم ندب على الحكومة الحالية، لكن هي حالة تراكمية. وبنفس الوقت أن الحكومة بدأت بمشروع هو قضية ربط يعني الكهرباء على دول الخليج، وأن نسبة الإنجاز وصلت 80%، واستبشرنا خير بأن تعدد مصادر الكهرباء من دول الجوار راح يكون عامل مهم في عملية زيادة الإنتاج وزيادة التوزيع. لكن اليوم احنا نقرأ الواقع من يعني خارج التقرير، نرى أن أي محولة اليوم معطوبة في أي منطقة من مناطق بغداد والمحافظات على الأقل 3 أشهر أو 4 أشهر يلا تصل إلى المواطن المحولة البديلة، وهذا يكون تحت رحمة أصحاب المولدات. وأنا هاي الحالة عايشة يعني بداخل مناطقي وأهلي ببغداد، ولامسها من خلال الشكاوي المتعددة اللي تصلنا بهذا الجانب. الشيء الثاني تقادم الشبكات. اليوم الشبكات منهارة بالكامل. قضية عدم معالجة وتنظيم. يعني أنا أقرأ الواقع، أنا من أروح الأخوة المعنيين في الكهرباء يقولون إن راح يكون التجهيز من 16 إلى 18 ساعة باليوم. فقلت إحنا زين إذا أنا وصل 18 بقى لنا 4 6 ساعات ندبن على أصحاب المولدات وإحنا بخير بهذا الجانب. لكن مع اقتراب الصيف نشوف العكس، يعني نرى العكس اليوم، نرى العكس ان بقضيه تراجع التجهيز واستغلال المولدات للمواطن استغلال فاحش، بحيث وصل الامبير الى 25000 الى 17000، وهذا تسعير الدوله يعني 3500. هاي وين راحت؟ يعني هسه انا يعني هم يقولون زياده بالانتاج، لكن احنا هذا التمدد توقف في بغداد والمحافظات. ال 4000 مناطق هاي غير مدروسه، غير مؤمنه بالخدمات التحتيه. هاي اليوم هي كانت احد الاسباب الرئيسيه بعدم الاستقرار. يجب ان تنظم، يجب ان تدخل الخدمه باليه تضعها الحكومه. اما قضيه ثاني فلان يبني وانا الحق بالمي والكهرباء والمجاري. نعم. اعتقد هاي الظاهره اليوم انهكت، حتى احنا مو دفاعا عن مؤسسات الدوله الخدميه، لكن انهكت الدوله وانهكت البلديات وانهكت الماء والكهرباء لذلك هو مو مشكله كهرباء انا اليوم اجيبه. انا يعني كل ما انظم مشروع ويتم انجاز هذا المشروع اجد مشكله بان التمدد هو اكبر من حجم المشروع. هاي الملاحظه. الملاحظه الاخرى
احنا كنا نتمنى وان كانت هناك رسائل ايجابيه في عمليه مكافحه الفساد وخطوات مباركه، نتمنى بان هذه الخطوات تطال اكثر شخصيات وتجعل الخوف والرعب يساور عقولهم ونفوسهم حتى نعم. نحد من ظاهرة هذا الاستهتار نعم. بقيم الدولة وبقيم وبقيم الشعب العراقي من خلال سرقة أمواله وتحويله إلى الخارج نعم. وتعرفون أكو شخصيات معروفة لدى الحكومة ومعروفة لدى النزاهة، لكن إحنا مشكلتنا مهنية هي الحاكمة، مو القضاء مثل هو الحاكم، الحالة التوافقية يعني هي الحاكمة. يعني بهاي الحالة لا السيد الكاظمي ولا غير السيد الكاظمي يقدر يحل هذه الملفات الخطيرة إذا كانت التوافقات بالضبط. هي الحاكمة بعيدا عن القضاء نعم. وبعيدا عن سلطة الحكومة. خليني أنتقل نعم إلى نعم. السيد بسام. لا أنا بس خلنا نكمل هاي الدقيقة دقيقة ست هيفاء حتى الوقت متساوي. الدقيقة أنا أرجع الأستاذ أحمد الكناني نعم. يعني عندما قال حالة التوافق هي اليوم هسه، لماذا يغيب التصويت الإلكتروني في مجلس النواب؟ لماذا عندما يتم جمع تواقع واستجواب شخصية توضع بالرف وتحفظ وعدم اهتمامه في أن هناك قانون ينص أن 25 نائب في حالة توقيعهم يجب ان يحضر المسؤول امامهم؟ هاي الحاله سيدنا احنا اشرنا عفوا سيدنا اشرنا في اكثر من مكان واكثر من مناسبه هناك خلل نعم في نعم. اداره مجلس النواب، بل هناك تواطؤ بهذا المعنى اقدر اسميه في مجلس رئاسه مجلس النواب مع هذه الجهات اللي تفضلت بها. نعم تواطؤ. خليني أنتقل إلى السيد بسام. سيد بسام، يعني المواطن يهتم دائما بما هو ملموس بين إيدينه، يعني خليني أحكيها بين إيده، وبعض ما ورد في تقييم أداء الحكومة، يعني المواطن اليوم يحكي يقول نحن ما لمسنا لا الكهرباء ولا لمسنا أشياء كثيرة، ربما الحكومة أنتجت صحيح 3500 ميجاوات، لكن هذه الميجاوات ما عرفت توصلها لهذا المواطن البسيط الفقير اللي كل صيف يذوق آلام ولو عد هذا الحد. تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام. دعينا نبدأ من حيث سؤالك وخصوصا ملف الطاقة الكهربائية لنوضح للمواطن هذه التساؤلات. لماذا معظم المحطات الكهربائية في العراق تعمل على الغاز؟ أكثر من 80% من المحطات هي تعمل على الغاز، والغاز الذي يستورده العراق من دولة جارة فقط. بالتالي لا، السنوات السابقة عبر الحكومات لم يكن هناك تغيير في حقيقة تغيير مصدر الغاز أو حتى محاولة التنقيب عن الغاز في العراق، خصوصا وأن الغاز المصاحب معروف جدا بكمياته الهائلة في العراق. وبالتالي ذهب السيد الكاظمي إلى افتتاح مشروع في البصرة للتنقيب عن الغاز، وهناك ربما مشروعين في ميسان وذيقار قيد التخطيط. من جانب آخر دعينا أيضا نضيف للمواطن حجم الفساد في ماهية استيراد الغاز من دولة جارة في إحدى الأيام. يعني نحكيها دولة جارة منه؟ تركيا منه؟ السعودية؟ لا، معروفة جدا هي إيران، معروفة طبعا. يحكيها وحتى نعرف يعني بصراحة نحن داخلنا بالدول. هي واضحة جدا. في يوم من الأيام وحين احتساب أسعار الغاز المستورد من إيران، تم حقيقة تغيير سعر الصرف في إحدى المصارف، ليخسر العراق في يوم واحد 30 مليون دولار فوق قيمة العقد. هذا فساد واضح. يخسر العراق؟ يخسر طبعا في يوم واحد خسر العراق 30 مليون دولار. قصد لحساب إحدى المصارف أو إحدى الجهات السياسية سيدنا، هكذا يعني الكلام يكون؟ نعم، لحساب الجهة المستفيدة. يعني أنا أتحدث واضح الكلام عزيز سيادة النائب، وحتى نوضح للمواطن. نعم. بالتالي اليوم العراق لا خطة لديه على المستوى القريب أو المتوسط هو سوى الاستمرار باستيراد الغاز. من جانب آخر هنالك تحديات خارجية، الإدارة الأمريكية أعطت إعفاءات متكررة للعراق بثلاثة أشهر 4 أشهر، ووصل الأمر إلى بايدن بالإعفاء الأول الذي ينتهي في أغسطس المقبل،
وبالتالي لا مجال إلا في حقيقة طلب تجديد أو تمديد الإعفاء لفترة أخرى، ريثما تكون هنالك مجالات أخرى للتنقيب، أو يمضي العراق نحو خطة تكون على غرار منتدى غاز المتوسط، بأن يذهب العراق لتنويع حقيقة استيراد الغاز ليس من إيران فقط، ليكون من دول أخرى تشمل ربما تركيا، دول الخليج، وحتى مصر أو الاتحاد الأوروبي، وأعني بذلك أن تكون هناك دول للاستيراد والتصدير والعبور. بعد كم سنة يعني العراقي، يعني خلي أحكيها بالعامية، يكتفي يعني من الكهرباء وبعد يبطل السحب، وأيضا من يقعد بالبيت يشعر ب والله ما أعرف شو أحكي هسه، يعني أريد نعرف أي يوم العراقي يشعر باستقراره من ناحية الطاقة. والله ملينا من طاقة السنة ولحد هذا اليوم العراقي عنده ألم فظيع وخوف من الصيف. يعني الطاقة الكهربائية هو ملف حقيقة متعلق ليس بسياسة الحكومة الحالية، متعلق بجميع القوى السياسية. نعم، لكن أكو إنجاز، أنت يعني بتقييمك أكو إنجاز في هذا الملف؟ في هذا الملف ذهب الكاظمي اللي لا أسمو ذهب، أكو إنجاز لو لا عقد إيه لو لا؟ لا، في الواقع على المدى القريب مستحيل أن يكون هنالك تغير لقاء التركة الثقيلة والفساد المستشري في هذا الملف. نعم، يعني المشكلة بالتركة الثقيلة والفساد المستشري أكيد بكل تأكيد في كل المجالات. أسا المجال الأمني قد حصل به سيد الكاظمي إنجاز في تقييمه؟ وضحنا مجال الطاقة، الملف الأمني ذهب لتشكيل لجنة ربما الأمر الديواني 96 المعنية بالأمن الانتخابي، وأقصد الأمن الانتخابي هو محاولة إحاطة العملية السياسية بثقة المواطن بعد الثلمة الكبيرة التي حصلت في أواخر العام 2019 وحتى الآن اغتيال المواطنين. هذه حقيقة لا تمثل العملية الديمقراطية التي دعينا ودعا المواطن إليها لتغيير نظام ديكتاتوري قمعي قام بقتل المواطنين في العقود الماضية. هذه التجارب غير صحيحة، وهي ليست تركة ثقيلة بل هي ثلمة في الدستور وفي العملية السياسية. نعم، وهذا يسترعي يعني تتضافر. يعني أريد تقييمك لهذا يعني للأداء، يعني تقييم جيد كان، يعني لو كان مبالغ به ومجامل به مثل ما تحدث السيد الكناني في هذا الموضوع، قياسا بحجم المشكلات وحجم التداعيات وحجم الضغوطات التي تمارس حتى اليوم على الحكومة وعلى المؤسسات التي تدعو إلى العمل وحث المواطن على حقيقة الحصول على حياة أفضل. بالتأكيد الأرقام ربما تكون مقاربة، لا أعتقد أنها أجزم أنها يعني هو يعني مقارب للحقيقة، هذا اللي أفهمه من كلامك، مقارب للحقائق وفق المشكلات ووفق الصعاب الموجود. ليش اعتقادكم إذا هو مقارب للحقيقة في ظل ما تحدث بها السيد بسام وقال لك يعني أكو المشاكل المتراكمة السياسية يعني ربما هي تعيق عمل الدولة، لكن هو مقارب لما تحدث به من إنجازات؟ طبعا احنا نتكلم، مو قصدنا أنه اليوم عندنا يعني أنا أتكلم بشكل شخصي، مو معناه أنا عندي موقف اتجاه الحكومة، وإنما إحنا نسمع اليوم بأي حكومة تجي، نسمع لو نلمس، لا نسمع من أي حكومة تجي، الحكومات السابقة وحتى الحالية تتعكز أو تعتذر بالتراكمات التي ورثتها من الحكومات السابقة. فبالتالي أعتقد اليوم أنا قلت في بداية الكلام هناك جملة من التحديات اللي هي الاقتصادية الاجتماعية الأمنية حتى الاجتماعية والثقافية. هذه التحديات يفترض أي حكومة في برنامج الحكومي أن تقوم بتقليل هذه التحديات، مو حل المشاكل بصورة كاملة، هذا طبعا من المستحيل. يعني ما قدر السيد الكاظمي يقللها، بس إذا اسمحي لي، على اعتبار أنه فعلا هناك تراكمات، هذه حقيقة يحتاج لها رؤى. اليوم أنا حتى يكون السامع والسادة الضيوف أنه أنا مو ضد حكومة السيد الكاظمي، لا، وإنما حقيقة ضد الأداء. اليوم أنا هسه إذا أريد أستشكل على قضية، أستشكل على القوى السياسية اللي حقيقة هذه العملية، أنا دائما أشر هذا الموضوع أقول بنيت على جملة من الأخطاء، وهذه الأخطاء أصبحت اليوم عرف عندنا في العملية السياسية. فاليوم إحنا صراحة مو قصدي أنا اليوم أنتقد الحكومة لأنه هو السيد الكاظمي رئيس الوزراء، لا، يجوز بالحكومة بعد إجراء الانتخابات المبكرة تأتي شخصية أخرى يوجه لها نفس الانتقاد. اليوم أكو معاناة لدى المواطن العراقي، وإحنا نريد شيء ملموس، يعني هسه مثلا على مستوى الكهرباء طرقوا للأخوة، اليوم على مستوى الفساد اللي أنا أسمع، صح اليوم تم إلقاء القبض على مجموعة من الفاسدين،
وهذا شيء جيد طبعا، كل ابناء الشعب العراقي، لكن اليوم احنا نعرف فلان وفلان بالمسميات، العراقيين يعرفون تماثيل الكبار، الحيتان الكبار يعرفون ليش ما تتقربوا لهم. وطبعا اذا الحكومه هم انا دائما اكد على الموضوع، اذا تريد تقدم منجز خلال ما تبقى من عمرها، طبعا المنجز الخدماتي صعب يعني هسه يكون بنسبه مقبوله لدى الشعب العراقي، لكن اليوم عندي 4 أشهر او 5 أشهر ممكن اقوم المنجز الحقيقي حتى ادخل التاريخ من اوسع ابوابه، هي القضاء على حيتان الفساد، لان واحده من مشاكلنا حتى اليوم معاناه المواطن العراقي المسكين اللي تحصر على كهرباء هي بسبب بعض الزعامات والحيتان الكبيره اللي موجوده تسرح وتمرح. اما موضوع انا يعني فارد اعرج على موضوع اذا تسمحي لي، اليوم احنا اكو مشكله تطرق لها السيد الضيف، مشكله الغاز الايراني. يعني هسه احنا هناك بسبب يقولين اليوم احنا هسه العراق يعتبر من الدول الغنيه بالغاز، وهذا الغاز المصاحب ممكن استثماره، لكن بسبب الفساد هذا ما يمكن. ليش؟ لانه تعرفين حضرتك الفساد يحول دون ذلك. صحيح. لكن شو يحتاج احنا من عندنا؟ اليوم البلد يعاني، احنا ما معنيين بالصراع الايراني الامريكي، احنا كعراقيين، انا اليوم كمواطن اريد اريد كهرباء توصلني، يعني صحيح. اليوم هسه انا اعيب على السيد مدير مصرف التي بي اي، يعني اليوم تروح تسالين وزير الكهرباء قل له انت شنو مشكلتك هسه؟ يقول لك ما عندي غاز. يا ابي ليش من غاز؟ يقول لك الغاز من ايران. ايران تطلبنا، ليش ما تطون ابو التي بي اي ويقول لك انا والله ملتزم بالعقوبات الامريكيه؟ انت مهمتك يا سيدي انا هم اكدها، مهمتك تروح تفاوض تقنع الجانب الامريكي، اليوم العراق يعاني وما عندنا غير بديل احنا. انا هسه من اقول هذا الكلام ما يعنيني ايران انه انا استورد الغاز منها، لا انت هسه روح استورد لي الغاز من اي بلد من البلدان او انت انتج لي غاز داخلي حتى شنو المواطن العراقي ما يعاني كل صيف من هذه المأساة. يحتاج لنا إدارة صحيحة، يحتاج لنا عدم الحكومة تكون واضحة أمام الشعب العراقي وما تقبل بالضغوطات السياسية. نعم، خلينا ننتقل إلى السيد البخاتي، شوف تعليقه حول هذا الموضوع، يعني تنفيذ الكاظم لوعوده بتحقيق الانتخابات المبكرة، يعني خلاص يوم 10/10 الانتخابات راح تتم إن شاء الله، يعني وأيضا نتحدث عن يعني الفاسدين وأيضا إلقاء القبض على بعض الفاسدين، ولو أنت والسيد الكنان اعترضتم عن موضوع الفاسدين، اعترضتم أن الحيتان الكبيرة موجودة ومطلقة الصراح وتسرح وتمرح وما حد يقدر يجي يمها، ما أعرف شنو هي الأسباب، أكيد أسباب سياسية أسباب ما أعرفها. تفضل سيد البخاتي تقدر تجاوب. يعني بخصوص التقرير والتقييم احنا يعني بنوع يعني نوع من بعض النقاط هي بها نوع من يعني المصداقيه، لكن مو بهذه النسب وبهذه الارقام اللي ذكرت. احنا تمنينا بان السيد الكاظمي رغم قصر مده حكومته واللي لها مهام محدده، نتمنى بان كان من المفترض ان يذهب باتجاه دعم الفئات الهشة. يعني اليوم احنا البطاقة التموينية عيب علينا، لحد الآن دعمناها وراح ننطي وراح نطي طحين صفر، وهي بتراجع وبتقطير يقطرونها على المواطن. كل شهر تجي حصتين والحصة الثالثة تجي هاي وهو يدفع مبالغ ورداءة هاي الحصة، هاي لحد الآن لم تعالج مع السيد الوزير وهو وزير في حكومة. نعم. القضية الأخرى الموازنة، احنا تم إقرار 5 تريليون لدعم الشباب وبواقع 600,000 شافي العمل والشؤون الاجتماعية، عندما وصلت الموازنة إلى الحكومة صارت 3.5. هاي 3.5 خلت وزير العمل بحرج أمام ناسه وأمام أصحاب المعاملات، واليوم هو يستغيث. يعني هاي احنا بنسأل الحكومة عليه، احنا من المفترض يعني خط احمر البطاقة التموينية والعمل والشؤون الاجتماعية خط احمر. نعم. اولا بيها المعوق وبيها المطلقة وبيها الارملة وبيها الشاب العاطل المتزوج وبيها الكبير السن. نعم. هاي وين الدولة عنها؟ يعني من تقطع من هذا التخصيص وتخلي وزير العمل في حرج. نعم. أمام الأرقام اللي تم يعني أتبناها وهي 600,000، اليوم هو عاجز، يعني أغلب الأسماء تم المصادقة عليها لكن لا توجد سيولة مالية. نعم.
يعني النقطة الثالثة والمهمة والنقطة الثالثة عجلة الاستثمار المعطلة، هذه العجلة المهمة، هذه العجلة اللي تخفف عن الدولة وعن قضية نعم. لكن سيد القاضي يتحدث بكل صراحة، الفترة القصيرة اللي يعني الكاظم يستلم بها فترة قصيرة يعني كلش، يعني ما يقدر يعني ما يقدر يسوي أشياء كانت 18 سنة عاز الحكومات السابقة تنجزها لهذا المواطن. احنا نريد نقطة مهمة جدا، خلينا نتحدثها بهاي النقطة، انه انا اريد اتحدث نقطة مهمة جدا. النقطة المهمة بعد ارتفاع سعر صرف يعني الدولار وبعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 70 أكيد راح تكون عندنا موازنة. كنت أتمنى يعني مثل ما يتمنى هذا المواطن البسيط الفقير يكون عندنا موازنة تكميلية، الموازنة التكميلية تكون فقط من حصة المواطن البسيط حتى يحصل له فتشي من هذه الحكومة ويقول أكو إنجاز. ست هيفا، احنا لا نحمل السيد الكاظمي التبعات الماضية، انا متفق وياك 100%، لكن المشكلة احنا اليوم عندما نعالج ملفات، هذه الملفات اليوم المواطن ينتظر، اغلب المتظاهرين هم بال 600,000 هذول اللي اذكرهم، اغلبهم هم شباب عاطلين يريدون ياخذون رواتب، اغلب الارامل والمطلقات يخابرون صار لها 3 سنوات واربع سنوات ما تستلم راتب. نعم. واحد عنده ثلاجة قديمة يقول له أنت فوق مستوى الفقر. هاي المعايير القاهرة، يجب أن تقف الحكومة ووزارة التخطيط بالتذليل هاي الأمور. الموضوع الآخر يعني ما أدري، أنا هاي وزارة التجارة ما أدري يعني ما حد يجيبها بالطاري، ما حد يحكي، هاي محمية من المساعدة وزارة التجارة. شنو يعني شنو هاي الكارثة، هاي الكارثة، هاي وزارة التجارة اللي ما حد أجيب السيد رئيس الوزراء وقعد ويقول له عمي تعال انت شو تسوي، عمي يا سيد المحافظات بالنظام اللامركزية الإدارية وما شو السيد النائب جيبه او تروحون يمس رئيس الوزراء رحتوا ما نقدر احنا ليش انتم ممثلي الشعب. النقطة الأخرى ست هيفاء، نعم، مشكلتنا دائما ابواب الموازنة، ابواب الموازنة من المفترض ان توضع من قبل مختصين يراعون كل الحالات اللي يعيشها بلدنا، اذا كانت في مجال الخدمات، اذا كانت في مجال الصحة، اذا كانت في مجال التربية، بغض النظر ان هذا افضل من هذا، يباعون بالبصرة لبنينوة وينطون تقرير تفصيلي مختص. احنا المشكله بينا موازنه تصير موازنه توافقيه، هاي الموازنه انا اليوم امشي لك مجاري الحله انت تعطيني مطار الموصل، نعم، انا امشي لك المغيبين انت تعطيني بغيرها مكان، صحيح، يعني هذا احنا شنو، احنا ناس ما مختصين، نعم، احنا ناس مشرعين، احنا ناس صادق على ابواب الموازنه، من المفترض أن يكون المستشار والمختص هو من يعنى في عملية وضع الأرقام الحقيقية اللي نشوف ثمارها على الشارع. لكن سيد القاضي، أما أنا أجي نعم أصل نقطة، اليوم 40 مادة معطلة، اليوم 40 مادة معطلة بالموازنة بسبب التوافقية. نعم، يعني مو بسبب السيد الكاظم، لا مو بس احنا من المفترض اكو فريق تخصصي، نعم، خلي دولة لا بيها حسابات يعني ختامية، نعم، لا بيها، نعم، ارباح وخسار، لا بيها صافي الربح وصافي الخسارة، وين نعم. الموازنات غير اكو موازنات تطلع. السيد البخاتي، موضوع المتظاهرين، ملف المتظاهرين، حقق السيد الكاظمي نجاح في هذا الموضوع لو لا بنظرك؟ يعني أنا بس أسأل سؤال، أولا هو لحد الآن لم يكشف عن الناس اللي انقتلوا ومنو قتلهم، هذا واحد. يعني أنا مرات أكسب ود أهلهم أنطيهم 10 ملايين وأحولهم بالشسمة مؤسسة الشهداء، هو عراقي يستحق كل هاي الامتيازات، لكن أنا اليوم أكون حقيقي، إحنا نحترض على نظام سابق ونعمل بأفعاله مو صحيح، نعم، فاحنا يجب ان نكون صريحين. اكو الشرطه، انا اشكر يعني قضيه تاسيس مكافحه الشغب، المعالجات هاي احد العوامل اللي تعتبر للسيد الكاظمي من تؤسس هذه المؤسسه، كيفيه التعامل مع المتظاهرين قللت من حجم الخسائر
بين الفريقين الشرطة والمتظاهر، لكن هاي الخطوة من المفترض أن تأتي يعني يعني قبل هذا الوقت. خليني أشوف رأي سيد بسام. سيد بسام، يعني اعتبر الأداء أو التقييم فتح، يعني تقييم أداء الحكومي في موضوع فتح التحقيقات منجز من منجزات الحكومة، بينما لم يذكر نتائج تلك التحقيقات. يعني اليوم يعني المواطن وأيضا المراقب للشأن السياسي يدرك كم عدنا من ملفات تحقيقية من 2003 إلى هذا اليوم لم تحسم. هل هذا يعتبر إنجاز بعد يعني إنجاز ونحن لحد هذا اليوم ما حسمنا هذه الملفات التحقيقية؟ أولا يفترض أول من يحاسب حقيقة عن قضية الفساد في العراق هم المحافظون والمجالس ومجالس المحافظات، لأنهم غير معنيين عفوا بالصراع الأمريكي الإيراني أو أي صراع سياسي. هم عملهم الوحيد ملف الخدمي، وهنالك موازنات انفجارية كانت في كل عام خصوصا منذ 2003 وحتى العام 2014، وبالتالي حجم الفساد في تلك في جميع المحافظات من تعبيد الشوارع في كل الخدمات دون المستوى بشكل كبير. وبالتالي علينا الفصل بين دور أيضا ضيوفك الكرام السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين وبين أعضاء مجالس المحافظات. السادة أعضاء مجلس النواب لهم دور في الشأنين السياسي والخدمي، لكن المحافظات هم الشأن الخدمي، دعينا نتفق في هذه الجانبة. من جانب آخر ذهب السيد الكاظمي ربما لتشكيل لجنة مكافحة الفساد وفق الأمر الديواني 29، واعتقلت شخصيات حقيقة لم نكن نتوقع أن تعتقل، خصوصا شخصيات بارزة أيضا في الشأن السياسي على مستوى هيئات. وهنالك أحكام صدرت من محكمة الكرخ التابعة لمجلس القضاء الأعلى بالحبس على متهمين أو أكثر حتى الآن. نقول لك لكن حيتان الفساد باقين. هذا السيد الكناني وأيضا سيد البخاتي اثنين هم تحدثوا في هذا الموضوع، يقول لك ما شفنا واحد من حيتان الفساد اللي لعب بمقدرات هذا الشعب بالخدمات وبالصحة وبكل شيء شفناه تحت لجنة السيد الكاظمي. دعينا نتفق في جزئية أن نوعية الاعتقالات التي حدثت لم نكن نشهدها، خصوصا نتذكر جيدا في زمن السيد عبد المهدي كان هنالك مجلس مكافحة الفساد عبارة عن دائرة تلفزيونية يظهر فيها طاولة ويظهر معه بعض الأشخاص حقيقة، ولم يظهر أي شيء، لا اعتقال ولا أي خطوة في مكافحة الفساد. هذه خطوة مهمة. من جانب آخر حيتان الفساد التي تطرق إليها السيدين النائبين هما حقيقة لهما دور أدوار كبيرة ومتعددة ومتنوعة في إدارة الدولة العميقة في العراق في جميع الملفات، في حتى في إثارة الضغوطات ضد أي حكومة تحاول حقيقة زعزعة الاستقرار أو المكوث في العملية السياسية، وحتى إن شكلت مجريات الحكومة أو مساعيها لتهديد بعض النفوذ من هذه القيادات ستكون هنالك محاولات لزعزعة حتى الأمن في الشارع العراقي، ربما حتى التدخل في ساحات التظاهر أو عمليات الاغتيال التي حدثت في الآونة الأخيرة، والتي حقيقة يعني أستغرب من الصمت الكبير للقيادة السياسية من تكرار عمليات الاغتيال للمواطنين وأيضا القيادة السياسية تتحدث طبعا بالتأكيد من القيادات السياسية اللي اغتالت. أنا لا أقول هم اغتالوا، أنا أقول هنالك صمت حقيقة عن صمت. عدم التحشيد تجاه معاقبة ومحاكمة من يقوم بعمليات اغتيال المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية حتى قبل يومين. هنالك تطور خطير في هذه الآلية. بس ما جاوبتنا ليش الحكومة عاجزة عن اعتقال حيتان الفساد في البلد؟ يعني هو تحدث، يعني قال لك السيد الكناني بكل وضوح قال لك معروفين، يعني معروفين الأسماء معروفة، يعني حتى الشارع أصبح هذا المواطن البسيط الفقير يعرف هذه الأسماء، بس الحكومة عاجزة. هل تخاف من التصادم يعني في وقت حرج؟ يعني عندنا انتخابات بعد 4 أشهر، لو شنو السالفة؟ أولاً السالفة يعني 50 شخص تحت القطب تحت اللجنة التحقيقية، يعني مو كافية على حجم الفساد الكبير اللي عشناه 18 سنة. بالتأكيد يعني العناصر التي حاليا في خلف القضبان هي غير كافية، لكن هي
نوعية لكن غير كافية في نفس الوقت. شنو النوعية اللي بيها؟ نوعية للشخصيات. لا شنو النوعية اللي بيها؟ أسمع احترامي لأداء اللجنة السيد أبو يغيف وأيضا لعمل السيد الكاظمي وأيضا لفتح ملفات ربما ما قدرت كتل ورؤساء وزراء يفتحوها بسبب المجاملات والمحابات لباقي حلفائهم بالعملية السياسية. لكن نحن كمواطنين، وأنا أتجرد هذا اليوم كوني إعلامية أتحدث كمواطنة، نريد نشوف حقيقة هذه اللجنة. يعني مثلا اعتقال شخص تحت التحقيق، التحقيق ربما يطول 3 أشهر 4 أشهر، ربما تنتهي الانتخابات ويطلع هذا القائد أو الشخص ويرجع يمارس عمله السياسي وكل شيء ماكو بعد التوافقات السياسية. أي المواطن عنده خوف من هذا الموضوع، يعني يقول لك 50 شخص مو كافي، أو حتى لو صاروا 200 شخص هم مو كافي، يعني لازم هاليوم نحط بالسجن أقل شيء 5,000 إلى 10,000 واحد حتى شوية رجع الأمل للمواطن اللي فقده. تفضل. نعم بكل تأكيد الكلام اللي تفضلت به إلى درجة ما هو دقيق وقريب لمتطلبات المواطن بأن تكون هناك اعتقالات واسعة لحيتان الفساد، لكن تأسيس الدولة العميقة أو تنوعها بين جماعات هاي مشكلة سيد الكناني. خلينا نشوف المشكلة. الدولة العميقة ما يقدرون يلقون القبض عليهم، بس جاوب. طبعا تعرفين انت حضرتك اليوم الدولة العميقة السابقة اللي كانت في الحكومات السابقة استبدلت بدولة عميقة جديدة. جديدة؟ طبعا. وتعرفين حضرتك أيضا اليوم الدولة لا تقاد بالوزارات فقط. نعم. اليوم وكالات، هيئات، مدراء عامين. نعم. صراحة أنت حضرتك تقولين يحتاج لنا 1,000 أو 2,000. لا، 10,000. صراحة إحنا اليوم اللي تم إلقاء القبض عليهم، وإحنا طبعا كعمل أو كإلقاء قبض على مجموعة من الفاسدين، هم أغلبهم ذولا موظفي دولة، يعتبر موظف خدمة عامة. نعم. كرئيس هيئة أو مدير عام أو وكيل. نعم. لكن هناك شخصيات سياسية مثل ما تفضل السيد الضيف حقيقة. نعم. لها تأثير في إدارة العملية السياسية. هي إحنا اليوم للأسف الشديد إحنا بالنسبة أن اليوم الفساد صار مقنن والفساد محمي من قبل القوى السياسية، وحتى اليوم إحنا إذا نريد نتكلم بأداء مجلس النواب الدور الرقابي، صراحة اليوم السيد الضيف السيد البخاتي تطرق إلى موضوع السيد وزير التجارة. يعني السيد وزير التجارة تم جمع تواقع من أجل استجوابه، مو من أجل استجوابه لأن يعني هو متهم بفساد، لكن لا، اليوم الشارع يسأل يقول لك وين الحصة التموينية اللي تواعد الحكومات أو حكومة أنه اللي حتى أضيفت بالموازنة وينها؟ لأنه شنو أنا أقول لك، أكو هناك المحاصصة اللي أنا ما أقدر أحكي وزير النفط، لازم إذا أحكي وزير النفط أسكت لازم عن وزير الكهرباء، وزير المالية، وزير الصناعة، وزير النقل، يعني وزير الزراعة. حكومة السيد الكاظمي يعني حكومة تتابع للأحزاب طبعا، وهذا دليل. أغلبهم موظفين متخصصين في هذه الوزارات، لكن مو مستقلين. صح، مدير عام كان مثلا، وزير النقل كان موظف أو مدير عام في وزارة النقل، وزير النفط، وزير الزراعة، وزير كل الوزراء نعرف عنه تاريخهم. نعم. لكن هم تقول لي مستقلين سياسيا؟ لا، هم محميين من قبل قوى سياسية. وبالتالي اليوم إحنا إذا نريد نصحح الأمور بالمرحلة القادمة على القوى السياسية أن تصحح عملها، لأنه قلت لك اليوم الفساد محمي ومقنن من هذه القوى السياسية. يعني اليوم العمل تكاتفي تضامني. تضامني طبعا. قلت لك اليوم حتى رئاسة مجلس النواب هي أنا أسميها تتحمل الجزء الأكبر، لأنه هسه بالوقت الحاضر بهذه الأيام عندنا أكثر من 6 وزراء استجواب، مضافا إلى محافظ البنك المركزي اللي لحد الأخوة النواب ننتظر. نعم. احنا يجي الى مجلس النواب يدلي. تدرين حضرتك كانت الحجه انه صعود الدولار يتم تهريبه، فواتير مزوره كذا، ومن صعدوا الدولار قالوا احنا حدينا من تهريب الدولار. لا. نعم. اليوم احنا نشوف اكثر من يتم سحب الدولار من المصارف اكثر من السابق، وبالتالي احنا نقول نسائل وين هذا يروح.
وين يروح؟ أكيد 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 هو أكيد لجوب الفاسدين والفواتير المزورة وغسيل الأموال، وخصوصا عندما في تلك الفترة تم تصنيف المصارف A و B و C حسب مزاجيات بعض القوى السياسية اللي مؤثرة على محافظ البنك المركزي. هذه حقيقة كلها مؤشرات تنطينا احنا المطلوب احنا اليوم المواطن يجوز من يسمع الكلام يعيب علينا، لكن صراحة احنا لابد انه نتكلم الواقع ونقول عملية سياسية عرجاء يحتاج لها إصلاح جذري وعلى المواطن العراقي، خصوصا احنا امام استحقاق الانتخاب المقبل. يعني اليوم اليوم الموضوع يم المواطن يروح يختار الشخصيات النزيهة والكفوءة اللي ممكن تمثله في مجلس النواب وتحافظ على مصالحه. نعم، خليني اشوف راي السيد البخاتي. سيد البخاتي، يعني رئيس الوزراء تحدث بكل صراحه وقال لك تجاوزنا الازمه الماليه والاقتصاديه، بالفعل هذا اليوم قدرنا نتجاوز الازمه الماليه والاقتصاديه؟ يعني احنا شلون تجاوزناها؟ احنا اولا بالاقراض، يعني مو بالتدبير المحلي الداخلي، بالإقراض هذا واحد، وتعافى أسعار النفط، يعني هي إجت أحد العوامل المساعدة. يعني هاي أمرين أعتقد هن أسعفن الحكومة في ظرف حرج، لكن لم توجد خطة مثل قضية الترشيق، قضية استهداف الأموال بصورة حقيقية. ردنا نشوف الموانئ، شفنا ردنا نشوف المنافذ، ردنا نشوف هاي الأمور اللي ردنا نشوف نتاجاتها تكون داعمة للموازنة. أنا عندي نقطتين أساسية. النقطة الأولى، يعني اليوم ذهب تحالف عراقيون بجمع التواقيع لغرض معرفة نتائج التحقيق بخصوص يعني اللي تم استهدافهم في المظاهرات والجرحى، وسوف تكون لنا جلسة خلال عودة جلسة مجلس النواب هذه الأيام، ونستضيف كل القادة الأمنيين بعد استحصال موافقة الأمن والدفاع والتواقيع وعدد الـ 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 يعني النواب اللي شاركوا بالتوقيع. نعم. الموضوع الآخر اللي خلص العراق 50% إلى 60% من الفساد. نعم. وأنا من خلال قناتكم أقولها أن مجلس النواب مهما تكون مساحة الأحزاب، مهما تكون مساحة الكتل السياسية في التمثيل التشريعي، لا تتدخل في عملية المساحة التنفيذية. إذا دخلت وخلت المدير تابع لها، هي هاي سبب الخراب وسبب البلوى. من المفترض يجي رئيس الوزراء يقدم برنامجه ويختار وزراءه ونعطيه فترة سنة أو سنتين للتقييم وتمشي الأمور بهذا الاتجاه. اما انا اجيب الوزراء بالليل واقول لهم يا ترى انت هاي هذول اثنين لي بالثاني ما احكي، انتم تشتغلون لي بالثاني ما اقول. نعم. هاي الحاله هسه انا اقول لك كل اغلب الوزارات اغلب الوزارات موجودة. نعم، اغلب الوزارات في حكومه موجودة؟ السيد الكاظمي هي حكومات ولائيه، يعني ولاءات للاحزاب لبعض الكتل، لكن لا تظهر في العلن. احنا مختصين بالشان السياسي واحنا نعرف انتماءاتهم، وهذا المن وهذا المن يمشي، الا ما ندر الا القليل منهم هم لم ينضموا الى هذه المنظومه. نعم، خلينا ننتقل الى سيد بسام. يعني سيد بسام، تحدث السيد الكناني نقطه مهمه جدا، يعني واني اريد ايضا اعقب على النقطه اللي تحدث بها. قال لك الدوله العميقه بالسابق راحت هسه خلصت، جتنا دوله عميقه ثانيه يعني موجوده هسه وتتحاصص، هذا قصده؟ نعم، دوله عميقه ثانيه موجوده جديده يعني على يد السيد الكاظمي وبعض القوى السياسيه الشيعيه والسنيه، صارت دولة عميقة. نعم، هسه بالجديد. يعني يقول لك الدولة العميقة راحت القديمة، هسه جتنا دولة عميقة جديدة. بالتأكيد الدولة العميقة التي يعني جديدة، يعني هسه يقول لك القديمة انتهت. هي تنوعت بين جماعتين، جماعة الضغط الكبيرة، وأعني بجماعات الضغط الكبيرة ممن حقيقة تبوأوا مناصب تنفيذية وكما تطرق إلى وكلاء أو مدراء عامون وغيرهم. وجماعات الضغط الصغيرة بعض المحاولات التي تحاول زعزعة الأمن في الشارع العراقي، وبالتالي هم متخادمين فيما بينهما فيما يخدمهما تجاه الاستمرار في حقيقة عدم بناء الدولة وعدم احترام الدستور والقانون، بغية المضي بإجراءات حقيقة
نهب الأموال والفساد، وأيضا هم لم يتحذروا لما يدور في الشارع العراقي والتحذيرات الأممية تجاه الخيبة الكبيرة التي أصابت المواطن حول العملية السياسية. لكن سيد بسام أريد أسأل سؤال لأن الوقت تقريبا راح ينتهي، أريد أسأل يعني التقييم أداء الحكومة، يعني تحدث عن موضوع مهم جدا هو اغتيال الناشطين، يقول أنجزنا 74% في حين تقول منظمات عالمية يعني تتحدث عن ثلث عمليات الاغتيال تمت في زمن حكومة السيد الكاظمي. اليوم شلون ممكن نتحدث عن هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة تهم الشارع العراقي؟ بالتأكيد حكومة الكاظمي هي المعنية بالإحصائيات الدقيقة عن هذا الملف. يعني بالفعل أنجزنا هذه النسبة العالية، أنجزناها ربما في الشارع اليوم، ربما في آلية يعني جمع الأسماء المستشهدين وأيضا محاولة لأسماء الجرحى، وهنالك علاجات أعتقد مستمرة لجرحى التظاهرات، ومن جانب آخر هنالك إفادات كثيرة تم الاستماع لقادة كبار ولمنتسبين في القوات الأمنية ولبعض المواطنين ربما وصلت بالآلاف، وبالتالي هذا يحتاج بعض الوقت وأيضا يحتاج إلى بعض الوقت يحتاج إلى أيضا تشارك حقيقة. دعينا نركز على نقطة معينة وهي حقيقة تؤسس لبناء الدولة العراقية، يجب أن يكون هناك تشارك من جميع القوى السياسية والقادة السياسيين مع حكومة الكاظمي أو أي حكومة لتحقيق متطلبات المواطن. نتمنى أنه تشارك الكتل والأحزاب السياسية حتى نقف مع السيد الكاظمي ونعبر هذه الأزمة. سيد الكناني أريد أختم وياك. تفضل عن الوضع. طبعا ارجع واقول احنا من يوم نشخص الحالات هي مو معنى انه عندنا عداء شخصي، لكن احنا اليوم ننتقد منظومه كامله. اليوم السيد الكاظمي اجى عن طريق توافق الكتل السياسيه، ومن اقول الكتل السياسيه ما اقصد فقط الشيعيه، هي الكتل الكردستانيه والسنيه والشيعيه. انا اللي اقول بما انه هناك استحقاق انتخابي قادم يحتاج من هذه الكتل أن تتنازل بعض الشيء عن مصالحها في هذا الوقت من أجل كسب ثقة المواطن العراقي حتى يصير التغيير المنشود والإصلاح كما تدعي هذه الكتل. وبالختام عندي كلام، معظم المجالات اللي أنفقنا عليها أموالنا هي مفقودة وإحنا دائما بعازة إلها، يعني مثلا الكهرباء أنفقنا عليه 82 مليار دولار خلال 18 سنة وإحنا لحد الآن كل ساعتين عندنا متلازمة اللي هي مقولة خالدة، نقول يلا إجت الوطنية سد البوب خلي يتكيف البيت قبل لا تطفى، وتسليح الجيش أنفقنا عليه 150 مليار دولار، ومواجهة داعش كشفت لنا الحقيقة، سلاح ما عدنا وذهبنا وقع صفقة سلاح ونطلب معونة الدول حتى نقاوم العدو. أما مؤسسات التعليم أنفقنا عليها 780 مليار، والمدارس والله حال الضيم حالها في بعض المحافظات، يعني 500 مليار من هذا البلد وما شفنا منها ولا شيء، والله أعلم بعد إيش قد لازم ننفق فلوس حتى نكمل احتياجاتنا. بس بوجود الفساد بعد ولدنا ما يشوفون ويحصلون خدمات، نقول الله موجود وإن شاء الله ما نفقد الأمل، وبهمة الطيبين واللي يحبون هذا البلد نعيد كل شيء. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.